السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلامذتي الأعزاء، الفئة المستهدفة جدع مشترك علمي، وإن كانت المعلومة هي موجهة لكل الناس مهما اختلفت أعمارهم وأجناسهم، إن كانوا يتقنون اللغة العربية فحتما سيحدث التواصل بيننا وسنتمكن من إصالة الرسالة، لأن الرابط بيننا واضحا ومفهوما ومستصغيا. تلامذتي الأعزاء، اليوم سنحاول أن نأخذ أحد المواضيع الموجودة في أنشطة الإنتاج لنناقشها، وأعتذر عن عدم الكتابة لأنني ما زلت غير قادرة على الوقوف ولا على كتابة شيء، ولا أحب أن أدخلكم في هذه المشاكل، لأن ما يهمكم أنتم هم فهم الدرس وهذا من حقكم، ولكن يجب أن أقول لكم عن سبب عدم كتابتي لكم حتى أتمكن من استرجاع صحتي لأحمل القلم وأكتب لكم بخط جيد، لأن هدفي هو أن تفهموا ما أقول وما أكتب. وأعتذر للمرة المليون على كل نقص في عدم إيصال المعلومة إليكم كما يجب. تلامذتي الأعزاء، سأخذ موضوع الإسلام دين يدعو إلى التسامح ونبذ كل أشكال العنف والظلم، باعتبار أنه طلب منك أن تختار أحد هذه المواضيع وأن تناقشها مناقشة منطقية تعتمد على حجج وبراهين. عندك أطروحة وعندك نقيض الأطروحة، ثم عندك البديل أو النتيجة، ومع من أنت؟ على بركة الله نبدأ. فإذا كان الموضوع يتكلم عن الإسلام، الإسلام كدين سماوي أنزله الله سبحانه وتعالى على بني البشر ليخرجهم من قسوة الظروف والطبيعة إلى دنيا الأمل والحياة والاستشراق، بمعنى الحياة المشرقة. نحن نعلم على أن هناك قضايا كثيرة تعرف قضايا العنف كثيرة في المحاكم ارتفاعا مهولا بسبب مصارعة كثير من الناس إلى العنف، والعنف المضاد وغياب خلق العفو عن العلاقات الاجتماعية ولجوء الإنسان المقهور إلى قهر من هو أضعف منه، حتى تفشى المراء والفجور في الخصومة في الأسر وبين الأزواج والإخوة والأقارب، فصارت حياة الناس جحيما لا يطاق، فصار العفو عند البعض ضعفا، وصار التسامح بلاها وغفلا. فما العفو يا ترى؟ وما معنى التسامح؟ وما تجلياته السلوكية؟ وما السبيل لاكتساب هذه القيمة وفق الهدي النبوي؟ هذا ما سنناقشه في موضوعنا هذا عن الدين الإسلامي، وكيف أنه تبنى منهج التسامح فانتشر الإسلام عبر بقاع العالم، لأنه وجد قلوبا مظلومة، أرواح منهوكة تعطشت إلى روح الإيمان وإلى الكلام الطيب وإعادة الحق إلى أصحابه وإلى خلق علاقات إنسانية مبنية على الحب. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، سورة الأعراف الآية 199. كما أن الله سبحانه وتعالى قال: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، سورة يوسف الآيتان 97 و98. من خلال تأملنا لسورة يوسف، هذه السورة الكريمة، يتجلى لنا
مفهوم التسامح وكيف دافع الله سبحانه وتعالى عن هذا المبدأ وطلب من الناس أن يكون لهم سلوكا ومنهجا في الحياة. فما معنى التسامح؟ أي أن تسامح الناس، أن تسامحهم في ذنوبهم. التسامح أخي أختي لغة من فعل سمحة، أي لان وسهولة، ونعود السمح اللين السهل. أما في الإصطلاح أي في الشرع، فالتسامح هو اليسر في المعاملة النابع من جود المتسامح وكرمه، وهو خلق يشمل المعاملات المالية والاجتماعية، يراعي خلالها المتسامح حال المتعاملين معه، ويحترم حق الغير في التعبير عن رأيه ولو كان مخالفا له في الرأي، ما لم يسئ إلى معتقده ومقدسات دينه. إذن قد تجد في حياتك هناك من لا يؤمن بالتسامح، إنما منهجه في الحياة والعنف، العنف اللفظي والعنف المادي، حاقد على الدنيا وعلى الناس، وحاقد حتى على نفسه، فهو لا يحس بها ولا يزكيها ولا يطهرها. وقد يقول لك أنك أنت متسامح لأنك جبان، فيعتبر أن العنف سلطة أو أنه قوة، فيا ترى هل تؤيده في هذا الرأي؟ لو تأملنا في آيات القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قصص الأنبياء التي جاءت في القرآن الكريم، سنجد أن التسامح خصلة، التسامح صفة لا تكون إلا عند الكرماء، عند المتخلقين، عند الذين أحبهم الله فمنحهم هذه الميزة. لأن فضل التسامح وأثره أنك ترحم، حينما ترحم المتسامح الفقير وتحسن إلى المعسر وتصبر على المدين العاجز عن أداء دينه، ولا تلومه حتى بل تطيب خاطره وتجبره، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، أي حينما يبيع شيئا لا يكون فضا و يعني عنيف أو يبالغ في ثمن البضاعة، إنما سمح حتى إذا ربح يربح دريهمات لا مئات. فجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى. حتى إذا أردت أن تشتري شيئا ما، فلا تحاول أن تضغط على البائع لأنك لا تعلم ظروفه، إنما يسر، يسر في تعاملك معه وانقص له الشيء القليل. أنت لا تضيع حقك ولا تضيع هو حقه، ولا تحاول أن تضغط على يده تلويها كما يقول، إذا باع وإذا اشترى. معنى ذلك صديقي العزيز الذي تعارض فكرة التسامح وتدعو في خطابك إلى العنف وإلى الظلم، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم الحبيب استمع إليه ماذا قال. قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى. المؤمن من السمح يبيع بسماحة ولا يطفف، يعني لا يطفف أي لا يغش في الكيل، ويبذل ما عنده فيعطي ولا يماري، لا ينافق ولا يغش ولا يخدع، لين في بيعه وعطائه، لا يتعنت ويشتري ولا يبخس السلع قدرها، ولا يجادل ولا يخاصم ولا يرفع صوته. وسواء كان قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا يفيد الدعاء والإخبار عن حال المتسامح، فإن كان كلا الأمرين خير، فإن كان دعاء فادعوه النبي، فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، وإن كان خبرا فخبره صلى الله عليه وسلم صدق وبشارة للمتسامح بشمول الله تعالى له برحمته وسبحانه. تقول: يجب ألا نضيع حق المظلوم،
وإذا أردنا أن نعيد إليه حقه نحارب. إن الله سبحانه وتعالى لا يدعو إلى العنف، لا يدعو إلى سفك الدماء، إنما يدعو إلى حل الأمور بالهدنة وبالسلام. ونحن نعلم من الواقع ومن التاريخ ومن القصص ومن الشواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا نحن كمسلمين أنه دخل مكة فاتحا بدون حرب، إنما دخلها بأمر من الله وبإذنه دون أن يخاصم أحد أو يحارب أحد. إنها رؤيا وقد تحققت الرؤيا سبحانه وتعالى. وكذلك نحن نعلم كيف أن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كيف عاداه قومه، كيف حاول إخوته قتله ورميه في الجب، وحينما أصبح جاهل والسلطة عفى عنه. وكذلك أبوه سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، لنتعلم هذه الخصال من الأنبياء لأنهم رحاب ماء بالأمة، أكثر رقة وأكثر إنسانية وأكثر فهما للعلاقات البشرية. لهذا فإن الله سبحانه وتعالى يختارهم لأداء الرسالة الآتية من عند الله التي تبشر بالخير وتبشر بالنور وتبعث الروح والطمأنينة في القلوب. لهذا نحن نقول بأن الإسلام هو دين يدعو إلى أن تتآخى المجتمعات، أن تتعاون، أن تتضامن، وأن هذا التسامح هو متمثل في المجتمع على ضوء صورة سيدنا يوسف وعلى ضوء صورة سيدنا يونس وعلى ما وقع لمريم السيدة الفاضلة، كيف أن قومها اتهموها وصبرت على اتهامهم حتى برأها الله سبحانه وتعالى حينما أنطق عيسى. لاحظوا معي كيف أن المتسامح قلبه بريء، قلبه مليء بالحب. وما عساني سوى أن أختم هذا الموضوع ما جاء عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ونعم القول. إلى هنا أودعكم على أمل اللقاء بكم في إشكالية أخرى أو موضوع حجاجي آخر، وشكراً.